السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في استكمالا للدرس الخاص بسلة التفاح أو صحن التفاح اللي احنا بدأنا فيه من 4 دروس سابقة، وآخر درس تقريبا وقفنا عند موضوع فرد الخامة، وبعد فرد الخامة طبعا لونا الأرضية الطاولة بخامة الخشب، أعطيناها لون وتكستشر، ولونا كمان الصحن وأعطيناه النويز اللي موجود فيه واللمعة اللي موجودة فيه بالشكل هذا. إن شاء الله تعالى في محاضرة اليوم راح نكمل موضوع التلوين، لكن على الخامات اللي تم فردها، الخامات اللي تم فردها. طبعا للتذكير، الخامات اللي تم فردها التفاحة والسكينة. التفاحة والسكينة ليش؟ لأنه الخامة تاعتها فيها تعديل، تمام؟ أو في الموديلينج برضو إحنا عدلنا على الشكل الأساسي كتير، فبالتالي اضطرينا إن إحنا نفرد الخامة هذه، زائد إنه بدناش نلونها بلون عادي زي ما لوننا الخشب الأرضية والصحن، لا إحنا بدنا نلونها بصورة، إحنا بدنا نجهز هذه الصورة. يمكن إحنا إذا طلعنا على الإنترنت وشفنا كيف ممكن إحنا نيجي نعمل خامة، نشوف مثلا بعض الخامات. يعني هاي في عنا التكستشر، لو انا بدي ادور على خامة تفاح من الانترنت يفترض اخذ هذه الخامة، تمام؟ هاي الخامة هنا، هذه الخامة انا بشكل بسيط الان عشانها موجودة عندي، واللي عامل يعني التفاحة هذه معطيني الخامة معها، ممكن اخذ هذه الخامة مباشرة على البرنامج واستخدمها كخامة للتفاح. لكن احنا بدنا نعمل عملية الان صناعة هذه الخامة، يعني كيف انعملت هذه الخامة بدنا نعملها، بعدين نيجي بشكل عكسي ندخلها على البرنامج. طبعا في كل برامج الـ 3D ما بيعطينيش الامكانية والميزة ان انا اجي اشتغل الخامة هذه داخل البرنامج نفسه، لا. اللي كنا نعمله يمكن اذا ذاكرين في مثال علبة الكولا لما اشتغلنا فرد خامات للتذكير بالشكل هذا، نروح على UV Editor ونحدد التفاحة وننقل على Edit Mode، فردنا خامة علبة الكولا، تمام؟ ورحنا حفظنا الصورة هذه واخذناها على الفوتوشوب، او في الصندوق اللي قبل علبة الكولا اخذناها على الفوتوشوب، طبقنا عليها الصور والالوان اللي بدنا اياها ورجعناها تاني على البرنامج. هذا كان سهل، ليش؟ لانه الاوجه تاعت الصندوق او علبة الكولا كانت عبارة عن اوجه مستطيلة ودائرية، مش بالشكل هذا يعني، تمام؟ هذا الشكل صعب ان نرسمه على الفوتوشوب، فكان في برامج كتير مخصصة له انها تصنع الخامة. الآن الخطوات اللي بنعملها مش هي خطوات التلوين، يعني احنا نهاية الخطوة او درس اليوم مش انه لونا التفاحة، لا، التفاحة مش راح تتلون اليوم. اللي راح نعمله انه راح نعمل الصورة هذه اللي بعد هيك حرجعها على البرنامج كلون للتفاحة. تذكرين انتو في درس الخشب كنا جبنا صورة من برا وحطيناها على هذه الخشبة، الآن احنا بدنا نجهز الصورة عشان المحاضرة الجاي نجيبها ونحطها على التفاحة ونعطيها اللمعات ويعني الألوان الواقعية اللي موجودة فيها. هذا البرنامج زي ما حكينا بيعطيني ميزة أن أنا أشتغل أو أصنع الخامة بداخله. إحنا فردين خامة التفاح، لو انتقلت على Edit Mode، تمام، ضغط A، هاي الخامة المفروضة تاعت التفاح. لو رجعت الآن على Object Mode وضغط على زر السلاش أو إشارة القسمة وارجع تاني على الايديت مود، راح الاحظ انه هي التفاحة موجودة عندي وهي خامتها مقطعة. موضوع الكاميرا بلزمنا انه نضغط ان ونروح على فيو ونعمل هذه قيمة صغيرة جدا. كمان شغلة عشان ما تعوقنا في الاخر في التفاحة، بدي اضغط على فيس ومن الفيس ذات العودة هذه واضغط ال، وبعدين اضغط اتش هاي. لا، في عندي كمان الدائرة، يفترض الدائرة الموجودة قدام هذه شيفت واضغط عليها الان اتش هايد عشان ما تخلبنيش الان في التلوين، بعدين برجعها وبلونها لحال. طيب خطوات صناعة الخامة، احنا الان احنا بنشتغل على اليو في، احنا فاتحين يو في، لا انا الان ما بدي اليو في، يعني هذه
هاي جوين. انا دلوقتي بدي انتقل لتكستشر بينت، البرنامج الخاص بصناعه التكستشر من خلال البينتينج او الرسم. هاي التفاحه ملونه او محدده، مش ملونه عشانها محدده، لو ضغط انا على السلاش حتيجي تنعزل معي. كمان شغلة التفاحة هذه ملونة بلون هيك، لون انه انا عمالي في التكستشر بينت شغال، تمام. وكمان مرة بنأكد انه نتيجة المحاضرة اليوم مش ان نلون التفاحة، نتيجتها ان نصنع خامة للتفاحة عشان بعد هيك نرجع نقدر نرجع نلونها، تمام. طيب هالوقت انا يمكن هاي العودة، تمام. وراح انتقل ل تكستشر. تمام هالوقت انا اخفيت يفترض العود. طيب ليش ما اختفاش من هنا؟ في عندي زر، هذا الزر البينت ماسك مكتوب عليه، لو انا ضغطت عليه بخفي لي الاشياء المخفية، تمام، وبس بيضلل لي العناصر هذه. برجع تاني بضغط عليه، هاي رجع لي العود، تمام. هاي وقت انا بدي ابلش اني اصنع هذه الخامة. في عندي في الجهة الشمال زر نيو، النيو راح اخذ منه لون، هاي RGB، راح احاول اخذ منه لون يعني يكون احمر مثلا، يكون قريب من خامة التفاح، اعطي لون احمر اكتر، لون هيك عادي. بدي اسمي هذا اللون ابل مثلا، اي اسم يكون مفهوم بالنسبة الي، ابل برش. طبعا الان الودث والهاي هذه بتعطيني جودة الصورة اللي حتطلع معاي في النهاية، يعني كل ما زودتها معناها انا بعطي خامة بجودة عالية جدا، لكن هذا بتتقل برضو معاي على الجهاز. انا حخليها 2048 في 2048، راح نلاحظ انه حتكبر معاي الان لما اضغط اوكي، حتكبر معي الصورة كتير، برجعها. الآن نيجي نطلع هنا في المقابل، التفاحة يعني ماخذة لون هيك، لون افتراضي، مش ماخذة اللون اللي أنا أعطيتها إياه، تمام. فأنا هذه التفاحة، خلينا هنا نيجي، ممكن أنا أرجع على الإيديت مود، هاي كله إشي محدد، نرجع على تكستشر بينت. طبعا. هاي التفاحة، في عندي البرش، البرش بدي اخذ المود، البرش بدي اشتغل فيها، هيها الاعدادات تاعت البرش هذه، المود تبعها بدي اخذه سنجل ايمج، سنجل ايمج صورة، تمام، مش ماتيريال، صورة. طيب الصورة هذه حاجي من هنا واختار الان الصورة اللي ضفتها اللي اسمها ابل برش، فبلاحظ انه راح طبق لي الخامة هذه على التفاحة. هالوقت انا لو رحت بالفرشاية مشيت، بلاحظ انه عماله بيلون وبيوزع الخامات في كل الجهات، يعني الان انا مثلا ضربت بالفرشاية زي هيك، لاحظوا هذه راح تعطيني خامة في ثلاث اوجه، تمام. انا ما بديش اللون هذا، ممكن تحت اجي انا ابدا الون لحالي، اذا في حدا يعني بيقدر يلون وياخذ الوان التفاحة ويصنعها لحاله من هذا الشكل، من هذا المكان، بأي لون بده اياه، تمام. هاي الان بقدر انا الون بالشكل هذا، وطبعا انا ما بديش اللون، فبدي اجي اعمل من هنا تحديث، تمام، وارجعه على الابيض، تحديث وارجعه على الابيض، اهم اشي. ليش؟ لانه حيأثر علينا كمان شوي، حنشوف ايش تأثيره لو ما كانش ابيض. طيب فاحنا رجعنا ابيض. هالوقت انا بدي استعين بصورة تفاحة اخذ منها الخامة، يعني انا في عندي الصورة هذه هي شكل التفاحة، شخص عادي جايب تفاحة ومصورها، او اكثر من تفاحة، او صورة تفاحة ومصورها من كل الجهات، تمام، مصورها من فوق، مصورها من تحت، ومصورها صور من كل الجوانب، عشان انا ممكن استعين فيها الان في موضوع صناعة الخامة للتفاحة. طيب كيف انا بدي اصنع الخامة؟ يعني اول خطوة ضفنا اللون هذا اللي حيكون لون خلفية. هالوقت هذا اللون لو بدي انزل تحت على التكستشر، حلاحظ انه فيش عندي صور، فيش عندي تكستشر، اجي اقول له نيو تكستشر واسميها هذه بالنسبة الي الابل. طيب
بالابل هذه بدي اضيف لها صوره. طبعا اضافه انا الان في زر الاكتيف تول سيتنج، انا بدي انتقل الان لمين؟ لزر التكستشر. التكستشر هاي المحدده الابل اللي انا ضفتها الان، الابل المحدد. فبدي اروح اجي اقول له اوبن جيب لي صوره التفاحه، وكمان مره للتنويه دائما خلوا الصور اللي حتستخدموها في نفس المجلد مع ملف البلندر اللي احنا شغالين عليه. تمام، هاخذ صوره الابل، هاي التفاحه او صوره التفاحه اجت عندي. تمام، خلاص انا من هنا ما بديش اشي، بس اني جبت صوره التفاحه هرجع الان لقائمه الاعدادات. تمام، طيب الان في الاعدادات الخاصه بال البينت او بالرسم، راح الاقي انه فوق جايب لي الابل برش هذا اللون البرتقاني او اللون الاحمر، وتحت جايب لي التكستشر هي خامه التفاح. تمام، اول حاجه انا بدي اعملها الان من مابينج بدي اختار سنسل. سنسل نلاحظ انه مجرد انا ما اطلع بالماوس هنا راح جاب لي مين؟ جاب لي الصوره اللي انا عمالي بقى اشتغل عليها او الصوره اللي انا ضفتها. هاي الصوره لو طبعا انا الان بتحكم بكبر وبصغر، بكبر وبصغر الموديل عندي. لو ضغطت بالزر اليمين للماوس بحرك الصوره، لو ضغطت شيفت مع الزر اليمين للماوس وفوق وتحت بكبر وبصغر الصوره. بس لو احنا ملاحظين التفاحه هنا مش مدوره اللي موجوده في الصوره، الصوره اذا انا بدي اشوفها اكثر في عندي خيار هنا اسمه ديسبلاي. الان ديسبلاي ممكن انا اجي اقول له الالفا تكستشر الفا. لاحظوا لو انا زودتها غمقت عند الصوره، بس انا ما عدتش شايف الخلفيه اللي ورا. تمام، فهذا لو انا احتجت انه اغمق الصوره بغمقها من هنا. اخليه 50% بالنسبه الي الان. هاي الصوره انا شايف اللي ورا واللي قدام. في عندي زر كمان هنا ريست ترانسفورم عشان يجيب لي الصوره عدل. الان لو ضغطت واحد هاي التفاحه اجت من جنب، ماشي، بدي اطبق الصوره عليها، بس الصوره زي ما قلنا مش دائريه او تفاحه مش دائريه. في عندي ايمج اسبكت. ايمج اسبكت بروح بيرجع للصوره باعداداتها اللي هي اساسا محفوظه عليها. تمام، يعني بجيب للصوره زي ما هي محفوظه. فهيك صار شكل التفاحه دائري. الان انا بقدر اضغط شيفت واكبر بالزر اليمين، شيفت او بدون شيفت بالزر اليمين لحاله. الان اسحب، بدي اختار واحده من التفاحات هذه هي اللي بدي الون فيها، هي اللي بدي يعني بدي شكلها. تمام، ينطبع على التفاحه مثلا، بدي هذا الشكل، بدي هذا الشكل. لو انا بدي اجي اعمل روتيت بضغط كنترول وبلف، بسحب كنترول والزر اليمين للماوس. لاحظوا انا بتحكم الزر الشمال للماوس بلون، الزر اليمين هذا بيتحكم بالصوره نفسها. طيب بدي اجيب مثلا زي ما قلنا صوره من الصور، نختار صوره تكون مناسبه، خلينا على هذه الصوره، ماشي، ونبدا احنا نلون فيها. طيب الوقت نشوف، لو انا بديت اعمل زي هيك بالبرش هلاحظ انه بدا يلون معي او بدا يطبع من التفاحه على الخامه اللي موجوده عندي. هاي تراجع. طيب الان وانا بلون ضايل الصوره مبينه، وانا بلون الصوره ضايله مبينه، انا بدي اياه، لا انا بس طبعت الصوره هنا طبقتها هنا، بدي اياها وانا بلون ما تضلش الصوره مبينه. تمام، ففي عندي خامه الديسبلاي تكستشر الفا في جنبها فرشايه. تمام، بضغط على الفرشايه هذه، الان الصوره مبينه. تمام، لكن لما ابدا الون الصوره بتروح عشان اشوف التفاحه كيف صار شكلها. الوقت انا عمالي بالون بالتفاحه وبابعد عن الاطراف. تمام، لان الاطراف حتنشبك مع التفاحه من جنب ثاني، هي التفاحه من الجانب هذا. تمام، الوقت هذا واحد. طيب تسعه، لو ضغطت تسعه لف التفاحه من ورا، بدي اخذ الها صوره ثانيه، التفاحه من ورا مثلا الصوره هذه. تمام، وابدا الون بالشكل هذا وابعد عن الاطراف عشان اعطي واقعيه اكثر للصوره لما يجي يندمج الاطراف مع بعض. تمام، في عندي كمان شغله بدي انوه لها فوق، السترينث تاعت البرش دائما لازم تكون واحد. لو عملتها اقل من واحد بتطبع صوره او بتطبع
جزر، يعني بتضل انه الصورة اللون الاحمر اللي في اللي ورا مأثر على الخامة تاعت التفاح. طيب هاي عملتها من واحد فرونت ومن الباك، نشوفها من ثلاثة من الجنب، هاي الجنب برضو الون هيك. لاحظوا هنا هاي بدأ يدمج لي الجوانب مع بعض، هاي من الجنب هذا، لكن يفترض انا اخذ نفس الصورة من كل الجهات، هاي واحد لانه الاضاءة تاعت الصورة مختلفة من الجهات الثانية، هاي واحد، هاي تسعة. انا تسعة ليش بضغط؟ لو كنت ضاغط واحد فرونت، تسعة عكس الفرونت بيجيب لي اياها، تمام باك. طيب لو كنت ضاغط ثلاثة بيجيب لي اياها من الرايت. طيب بعد ثلاثة لو ضغطت تسعة الان بروح بيجيب لي اياها من الليفت، هاي هذه الجهة، تمام تسعة بيجيب لي اياها من الليفت، هاي طبع لي اياها. بالشكل هذا، تمام. في عندي هذه المنطقة، هذه المنطقة اللي هنا، بدي اجي اقول فيو بلان عشان ما اشوفش الان الصورة اللي تطلع عندي، وادور على المنطقة اللي في التفاحة مش ملونة. طيب خلينا نلون من فوق ومن تحت، تمام من فوق ومن تحت، واحد سبعة هاي جاب لي اياها من التوب، وارجعها من هنا سنسر. من فوق عندنا هاي الصورة، تمام هاي الصورة من فوق، نجيبها بالشكل هذا ونبدأ نطبع التفاح. لاحظ انه من فوق انا ماخذ التفاحة غامقة، فيش صورة ولا تفاحة من فوق فاتحة، تمام. فانا ممكن اضطر هالوقت هي اضغط تسعة عشان اشوفها من تحت، اجيب التوب او البوتوم، الشكل هذا، والون هاي المنطقة. وقت بدأت التفاحة تبين معاي، بس أشوفها من باقي الجهات، أرجعها فيو، بلاحظ إنه الصورة من فوق ومن تحت في فرق بينهم، يعني أنا بدي آخذ إشي قريب من الصورة هذه، تمام. طيب نرجع الآن للصورة الموجودة عندنا، هاي من تحت. يفترض ناخذ من الالوان الفاتحه هذه مش من الالوان الغامقه اللي هنا واحنا بنلون، تمام. فانا حرجع الان على البرنامج واخذ من واحد من الفرونت، بدي اخذ من الالوان الفاتحه، عشان اعدل بس الصوره شويه بالشكل هذا، تسعة تسعة ثلاثة، هين نغير الصورة، لاحظوا الإعدادات اللي أنا عملتها، طبعا أنا عملتها مرة واحدة والآن حكمل للآخر تلوين. وطبعا بالنسبة للصورة، صورة التفاحة، يعني لو أنا أي موديل تاني بدي أعمله مثلا أي شغلة تانية ممكن اصورها انا بايدي، اصورها من اكثر من جهه، وشفتوا انتوا ايش اللي بيلزمني الان في التصوير عشان نجيب الخامه، تمام. هنا في عندنا مشكله كمان من الجانب هذا،
بهذا الشكل، تمام. طيب هيك صارت التفاحة ملونة هيها من كل الجهات، أو صارت الخامة جاهزة. بدي أرفع الصح من هنا الآن، أرجع على الإيديت مود، أضغط Alt H يبين عندي العود، أحدد فيس من العود هذا، أو خلينا أحدد هذا أسهل، ال بعدين شفته هذه ال شفته هذه ال شفت وهذه ال. طيب حددت هدول، حضغط اتش هايد ونرجع ل تكستشر بينت، نضغط على هذا الزر. الان صارت بس العوده عندنا، تمام. طبعا العوده حستخدم لها نفس الخامه، نفس الخامه هذه، هاخذ السنسل واجي للعوده هنا، بس نضغط شيفت نعمل ريسيت ترانسفورم وايمج اسبيكت، تمام. هاي العودة من هنا. طبعا العودة لو ضغطت انا واحد مش هتيجي عدلة ولا ثلاثة ولا سبعة، فانا بدي احاول العودة اجيبها، العودة نفسها اروح اجيب لها فيو يكون مناسب بالشكل هذا مثلا، تمام. خلينا نقرب عليها، كنترول وممكن نلف احنا الصورة، كنترول والزر اليمين للماوس بالشكل هذا، ونلون العودة. لو قلت انا جبت العودة بأي شكل بدي اياه، يعني احاول اطابق على الشكل من الاشكال الموجودة هذه، بس عندي ممكن مشكلة تظهر بعض الاحيان عشان ننوه لها. خلينا نعمل كنترول ونلف الصورة بالشكل هذا، تمام. في الوقت انا بدي الون، احيانا ما بلونش، احيانا انا بشتغل ما بلونش، تمام. ايش المشكله بكون؟ بكون انا مش عامل تحديد، تمام. فانا هنا بدي اجي اقول سلكت اول، اما لو كان في سلكت نن واجيت الون، ها لاحظوا انا عمالي بلون بلون، فيش اي تلوين جاي هنا، فعشان هيك لازم اضغط A اكون محدد كل هذه، واجي اعطيها اللون من هذا المكان 9. الآن أنا بدي أنقل، هي هذه المشكلة في العودة، هي أخذت منا وقت. ليش؟ لأنه مش جاي عدلة، يعني ما بشوفهاش من 1 2، من 1 3 7 ما بشوفها صح. أحاول أجيبها بأي مشهد عدل، كنترول هاي الصورة هذه ونلونها بالشكل هذا، بنكملها من كل الجهات. هاي العودة صارت عندي، صارت عندي نقول جاهزة. طيب هنا انا في الخانة هذه او في التلوين خلصت انا تجهيز خامة
التفاحة. وكمان مرة الآن لو أنا رجعت على الأوبجكت مود، التفاحة مش ملونة، تمام؟ هاي التفاحة مش ملونة، لكن صورة التفاحة الآن هيها جاهزة، في أي وقت ممكن أنا أجيبها وأطبقها على التفاحة، موزع الخامة بشكل صحيح. هالوقت بيضل عندنا خطوة قبل ما ننتقل للسكينة، إنه نحفظ الصورة اللي إحنا عملناها، تمام؟ كيف ممكن نحفظ الصورة عشان نقدر إحنا نرجعها بعدك؟ طبعا أنا لو عملت S كنترول S على الكيبورد أو فايل سيف هيك بيحفظ، بس للتأكيد عشان تضلها معي الصورة وما أفقدهاش، راح نروح نحولها ونحفظها لصورة جي بي جي أو بي إن جي عنا على الجهاز. فلازم الآن أروح على إيمج، لاحظوا إيمج جنبها نجمة مش محفوظة، سيف أز، وبدي أجي أحفظها قبل مثلا تكستشر. كمان مرة في نفس المجلد اللي أنا شغال عليه، يفترض أو الأفضل إن أحطها بي إن جي 16 سيف. ليش؟ لأنه البي إن جي ما بتفقد نيجي نحكي الدقة تبعتها. طيب خلصنا من التفاحة، جهزنا لها الصورة، راح اجي انا على السكينة، بدي اخذ المقبض في الاول، هاي السكينة، نيجي هنا ننتقل للتكستشر بينت، ماشي؟ هلاحظ انه الان اخذ لي اياها بخامة التفاحة، في عندي هنا اكس بحذف خامة التفاحة بخلي بس خامة المقبض، تمام؟ في عندي هنا لما اجي على الابل برضو كمان اكس. طبعا انا ما حذفتهاش على الاخر، ليش؟ لانه لو جيت على الصوره هلاقي لسه خامه الابل هيها موجوده، تمام؟ فانا الان هاي السكينه حاجه اعزلها، هاي خامتها موجوده هنا، لو طلعت عليها من واحد بدي اجي اعمل نفس الخطوات بشكل سريع، حاجه اقول له بدي اياها، او من هنا بدي اجي عفوا اخذ يعني لون قريب من لون السكينه واجي اسميها نايف، ايش سميناها؟ نايف برش، وهاي اوكي نايف برش، وهاي اوكي. طيب كمان خطوة ثانية، النايف برش هذه بدي اجي اضيف عليها من الاعدادات، طبعا بديش اياها سنجل، او بدي اياها سنجل ايمج عفوا، بديش اياها ماتيريال. نيجي نعمل لها الان صورة، تكستشر بينت، تمام. كمان صورة التفاحة موجودة، بدي اروح انا كمان الغيها من الصور، اجي هنا على الاعدادات، من هنا بدي اختار انه البرش النايف، وننزل تحت على التكستشر نقول له نيو، اسميها نايف، خلاص. نيجي على الصورة ونعمل open، وناخذ صورة السكينة هذه، هيها موجودة عندنا. طيب نرجع على الإعدادات، نتأكد إنه السترينث واحد، اللون أبيض، بدي أشتغل سنسل، نعمل reset transform، بعدين image aspect بالترتيب هذا. الآن بدي أحاول أطابق صورة، تمام؟ فأنا ممكن أضغط زي ما قلنا شيفت وأكبر الصورة هذه، شيفت وزر يمين للماوس، تمام؟ شيفت وزر يمين للماوس وأكبر، زر يمين لحاله بنقل، وباجي بأحط الصورة بالشكل هذا، ونفس الفكرة راح أجي أطبع. هاي عملتها من الجانب هذا اللي هو الفرونت. حضغط 9 9، اذا احنا ملاحظين الصورة بالعكس جاي، 9 الصورة جاي بالعكس، صورة السكينة. فانا ممكن اجي اقول له بدي الروتيشن او السكيل اوفست، ماشي، السايز خليه -1. لاحظوا كيف السايز لو قلت له -1 راح يعكس لي اياها الصورة. هاي جبتها من هنا كمان، لو طلعنا عليها من 7 من التوب، التوب عندنا بديش هذه،
بدي أعطيها لون برضو من اللون الخشب هذا في التوب. ليش؟ لأن احنا عملنا السكينة جاي في التوب، بارزة. تمام، هاي لونت من التوب، نيجي من البوتوم 9 نفس الفكرة ونعطيها لون من البوتوم. أصلا هاي بشتغل كل اللي بشتغله إجا هنا. طيب ضايل عندي أنا بدي أجيب هالسكينة من ورا ومن قدام بالشكل هذا. ممكن أرجع السكينة واحد، بس بدي خطوط بالطول أنا إكس. طيب السالب واحد، الزد سالب واحد، كنترول والزر اليمين للماوس، وبدي اخذ خطوط طولية هنا. تمام، الان بدي اجيب هالسكينة من ورا ضايل اخر خطوة، ونفس الفكرة اعطيها خطوط طولية من هنا. الوقت انا بدي ارجع على السكينة كلها، راح الاقي انه كل السكينة من كل الجهات اتلونت وفيش اي مشاكل فيها. طيب نرجع الوقت على الايديت مود او على الاوبجكت مود، نلغي الايزوليت سلاش، اخذ النايف من قدام سلاش ايزوليت واحد عشان اشوفها من قدام. اجي على تكستشر بينت، بدي احدد هذه ايه كلها، وارجع تاني اخذ الخيار هذا سنسل، نعمل ريست ترانسفورم ايمج اسبكت 100%، ونجي ناخذ صورة السكينة من هنا نطبقها على النصل. تمام، هيدا اعطينا الوجه هذا 9. من الجنب الثاني، من الجنب الثاني راح اجي للصورة اعملها سالب واحد عشان تنعكس معاي وتعطيني الخيار اللي انا بدي اياه. هاي 9. طيب من التوب 7 نفس الصورة بنطبقها على التوب، ومن البوتوم نضغط 9، هاي صورة السكينة من تحت. اعتقد بضل عندنا السكينة من ورا من هنا، برضو بعطيها هذا اللون. شوف السكينة هيك من كل الجهات. تمام، نرجع على الأوبجكت مود ونلغي الايزوليت، ونيجي للصورة هذه image save as png 16 knife texture. تمام، هيك خامة السكينة وخامة الصورة او الخامة نفسها صنعناها جهزناها. ان شاء الله تعالى في المحاضرة الجاية راح نطبقها على التفاحة وعلى السكينة ونعطيها كل التفاصيل الثانية اللازمة. يعطيكم العافية.